Bop. The Raid! The Raid, وما أدراك ما The Raid! فيلم de l'action اندونيسي خرج في 2011 من إخراج Gareth Evans. بالنسبة لي هذا عنده واحد مرتبة كبيرة لأنني أنا مكلاسية من أحسن أفلام عجني عندي. وماشي من أحسن أفلام، من أحسن أفلام بلاكسيون اللي شفت في حياتي ديالي. فيلم عامر بلاكسيون رياليست، قاتلة متوحشة دموية بواحد طريقة واقعية. افوار و ثاني ديالو تا هو مكلاسي في احسن الافلام ديالي ديال العيق اللي غادي نهضر عليه عاوتاني من بعد. المهم فيلم عنده القصه ديال الجزء الاول بسيطه، علاش كتهضر الفيلم كيهضر على واحد العماره، بحال قلت واحد العماره عامرها بواحد العصابات خايبين، فيهم واحد الشيف ديال العصابه، وحنا غادي نتبعوا واحد السكواد ديالنا ديال البوليسيين هادي يحاولوا يمشيو من ايطاج لايطاج انهم يكلينيو ينقيو ديك العماره من الاوباش باش يوصلوا للاخر. هاد لافونتور اللي نعيشو معاهم من طبقة لطبقة، كاملة عامره اكسيون، كاملة عامره سسبنس، كاملة عامره حماق. هادي تشوفو توب ديال الروعة. نيكست